نحن بهالين. بهالين هي الاسم هو جمع بهلوان، والبهلوان بتعريفنا هو الفنان او بيغير من اشكاله بالتعامل مع ما بيواجهه. فبهالين هي تقوم على انه تكون مجموعه من الاشخاص تجري كالماء تتغير حسب الظروف. البرزخ هو كان الاساس لاول مشاريعنا، فبناء على ذلك قررنا انه ننتقل من مكان لمكان. جينا على انفيس كبدايه لهذا المشروع، وبعدين انتقلنا للعقبه الزرقاء والسلط. فهي كانت عباره عن رومينج ريزيدنسي احنا عملناها حوالين الاردن. فاحنا هلا اللي عم نشتغل عليه هو ببليكيشن حيكون اسمه ثمار البرزخ، او هيك احنا عم نفكر هلا. فعطتنا الفرصة انه نجمع نخلق ناس، مساحة كمان. نخلق مساحة ما كانت موجودة بالنسبة لنا قبل، عشان قدرنا نقعد بمتخيص مثلا اسبوعين، وهلأ بالببليكيشن عم نقدر نعزم ناس احنا بنحب هم شو بيفكروا وشو بيشتغلوا، وحابين نشوفهم كمان مع بعض. فبدون هاي المنحة او الفرصة كان تغلبنا انه نعمل هالاشي. بس كنا بالضبط فعليا احنا بمكان بهذا المكان من العالم او بهاي البقعة من العالم، احنا تنقصنا الكثير من الموارد طبعا. المصادر عفوا، وهي الاسباب معروفة لهاي المصادر. مثلا زي لما رحنا على تونس للبروجرام هذا، هاي اعطتنا فرصة انه نلتقي مع سياق المغرب العربي، وبنفس الوقت نروح نشوف كيف البحث اللي احنا عم نعمله بالأردن هو كمان فعليا بتوسع لكل المنطقة.